فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل للطواف من سنن يسن للطائف أن يفعلها؟ نعم، هناك للطواف سنن، منها أولا استقبال الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم وبكى طويلا قائلا لعمر: هنا تسكب العبرات. وقال عمر عند تقبيله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كما رواه البخاري ومسلم. ثانيا الاضطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورواه أحمد وأبو داود، وهو مذهب الجمهور لأنه يعين على الرمل في الطواف. وقال مالك إنه لا يستحب. ثالثا الرمل، وهو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى لإظهار القوة والنشاط، وذلك في الأشواط الثلاثة الأولى، كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بالرجال كالاضطباع أيضا وليس على النساء، كما رواه البيهقي عن ابن عمر. وشرع الرمل لأن المشركين قالوا عن المسلمين القادمين إلى مكة: قالوا قد وهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة، فأطلع الله رسوله على ما قالوا، فأمرهم الرسول أن يرملوا، فلما رأوهم رملوا قالوا: هم أجلد وأقوى منا، رواه البخاري ومسلم. وقد بدا لعمر أن يترك الرمل بعدما انتهت حكمته ومكن الله للمسلمين في الأرض، إلا أنه رأى إبقاءه لتبقى صورته ماثلة للأجيال بعده للعبرة. رابعا الدعاء. خامسا استلام الركن اليماني لحديث البخاري ومسلم. والحكمة في هذا الاستلام أنه وضع على قواعد إبراهيم، كما أن استلام الحجر الأسود لذلك ولأنه يمين الله في الأرض. وروى ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. سادسا من السنن صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم، والله أعلم. نرى بعض الطائفين حول البيت الحرام يمسكون بأيديهم كتبا فيها أدعية يرددونها، فهل يجب على الطائف أن يدعو ربه بأدعية مخصوصة؟ معلوم أن الطواف كالصلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فليكن كلامنا خيرا. وخير الكلام في العبادة هو ذكر الله سبحانه والدعاء، وخير ذلك قراءة القرآن أو الاقتباس منه. روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وإذا كان للإنسان أن يذكر ويدعو بما يراه أو يرى فيه حاجة له، فإن أحسنه ما كان مأثورا في القرآن والسنة. ومما ورد في ذلك: أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن عبد الله بن السائب. ثانيا من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات
وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا، وإن كان سنده ضعيفا لكن الضعيف يقبل في فضائل الأعمال. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين اليماني الحجر الأسود: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي وعلى كل غائبة لي بخير، أي اجعل لي عوضا حاضرا عما فاتني. رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس. رابعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. رواه البزار عن أبي هريرة. خامسا، كان يقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. روى الشافعي بعضا منه، كما روى البيهقي والطبراني بعضا منه، وروي ذلك عن عمر عند استلامه الحجر. والخلاصة أن الدعاء جائز بأي صيغة تكون، ولكن الأفضل هو المأثور الذي ذكرنا بعضا منه، والله أعلم. لو حدث بعد طواف القدوم أن جامع رجل زوجته، فما الذي يفعله؟ هل عليه كفارة ويستكمل الحج، أم أن حجه فسد هذا العام؟ معلوم أن الجماع ممنوع ما دام الإنسان محرما بالحج أو العمرة. وقال العلماء: في الحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو تحلل أول وتحلل ثاني. والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة. وبهذا التحلل حل له كل ما كان محرما عليه وقت الإحرام ما عدا الجماع. فإن فعل الثالث كان التحلل الأكبر أو الثاني وحل له الجماع أيضا. فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وتمم المناسك ووجب ذبح جمل أو ناقة، وعليه قضاء الحج في أول فرصة. أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقد فسد حجه أيضا، وعليه أن يستمر في أداء المناسك مع وجوب الهدي وهو الجمل أو الناقة، ومع وجوب القضاء أيضا. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. أما أصحاب الرأي هم أبو حنيفة وأصحابه، فيقولون: لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة أو سبع بقرة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنه، يعني جمل أو ناقة. أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد الحج بالاتفاق، وتجب فيه بدنة عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم الآخر تجب شاة، وهو مذهب الإمام مالك، والله أعلم. يقول شخص: أصابني مرض بعد الوقوف بعرفة فلم أستطع معه أن أطوف طواف الإفاضة، فهل يمكن أن ينوب عني شخص فيطوف بدلا مني؟ طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسي لا يصح الحج بدونه، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره، ووقته ممتد، فيمكن للإنسان أن يأتي به حتى لو انتهى شهر ذي الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء. وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوي الأعذار غير القادرين على المشي، فيجوز الطواف من ركوب، كما يشاهد الآن
في من يطاف بهم راكبين على محفات. ولا هذا، فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف المؤمنين. أم سلمة رضي الله عنها لما قدمت مكة مرضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها كما رواه الجماعة إلا الترمذي، قال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وهو عود معقوف الرأس. ولم أجد نصا صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف. مثل ذلك مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه، فهو مستطاع على أي حال، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء، لا ينوب فيها أحد عن أحد. ولا يصح أن يقاس الطواف على رمي الجمار، لأن هذا واجب، يعني رمي الجمار واجب يجبر بدم، ولو ترك فالحد صحيح، فالنيابة فيه جائزة لوجود نص في ذلك، وهو حديث جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه هذا. وهناك قول لعطاء ابن أبي رباح يجيز النيابة في الطواف قياسا على الإنابة في الحج كله، فالإنابة في بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى، لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة، حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة. والنيابة في الحج كله هي للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلا بد من طوافه ولو محمولا، والله أعلم. أحد الحجاج يقول: كنت مريضا في الحج وتحتم سفري فلم أطف طواف الوداع، فهل حجي صحيح؟ اتفق العلماء على أن طواف الوداع مطلوب، لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وروى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. لكن ما هي درجة طلبه؟ قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: إنه واجب يلزم بتركه دم. وقال مالك: إنه سنة لا يجب بتركه شيء، وهو قول للشافعي. ومهما يكن من درجة طلبه، فإن المرأة إذا كانت حائضا يسقط عنها طواف الوداع، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وأنا أقول لصاحب السؤال: إن أخذت برأي الجمهور وجب عليك ذبح شاه، فإن لم تجد فعليك صيام 10 أيام في بلدك ما دمت قد غادرت الحرم. وإن أخذت برأي مالك فليس عليك شيء ولا حرج عليك، وحجك صحيح إن شاء الله، والله أعلم. وهل من السنة ما يفعله بعض الناس بعد الطواف فيخرجون من المسجد بظهورهم ووجوههم تجاه الكعبة؟ ما يفعله بعض الناس من الخروج بظهورهم
لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هو عرف في الأدب عند بعض الناس لا نستطيع أن نحكم عليه بالحرمة إلا إذا كان فيه إيذاء للغير أو تعريض نفسه للأذى، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، كما ورد في الحديث الذي رواه مالك وابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن، والذي يسن بعد الطواف هو أن يقف الطائف عند الملتزم ويدعو ربه بالرضا عنه وبالعافية والصحة والعصمة وحسن المنقلب والتوفيق للطاعة، وبألا تكون هذه المرة هي آخر العهد بالبيت، والله أعلم. رجل يقول: كنت أطوف في الشوط الرابع من طوافي للعمرة وانتقض وضوئي ولم أذهب للوضوء وأكملت الطواف، فهل طوافي صحيح؟ موالاة السعي بين الأشواط في الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد، فإذا كان هناك فاصل يسير لغير عذر فلا يضر، وإن كان الفاصل كبيرا فإن كان بعذر فلا يضر، أما إن كان بغير عذر بطل الطواف. أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهي سنة، فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر لا يبطل الطواف ويبني على ما فات، وعليه ما رواه سعيد بن منصور: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت 3 أطواف أو 4 ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه فقام فبنى على ما مضى من طوافه. وإذا كان من شروط صحة الطواف الطهارة، فلو أحدث في أثناء الطواف خرج وتوضأ ثم يدخل إلى المطاف ويبني على ما فات ليكمل الطواف، ولا يجب عليه الاستئناف وإن طال الفصل، وهذا ما رآه الشافعية والحنفية. ومما يؤكد أن الفصل بين أشواط الطواف لا يضر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. وعطاء بن أبي رباح كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر صلاة الجنازة، قال: يخرج ليصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. هناك نقطة هامة، وهي أن الحنفية يرون أن الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هي واجب يجبر بدم لو طاف محدثا، ولو كان جنبا أو حائضا صح الطواف ووجب دم وهو بدنه وعليه الإعادة ما دام بمكة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: الطهارة سنة. والصحيح أنها شرط لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أما الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن فهي سنة عندهم أيضا، ويصح الطواف مع النجاسة ولا حاجة إلى ذبح شاة. فالإجابة على ما جاء في السؤال: إن أخذنا برأي أبي حنيفة وبعض أصحابه فالطواف صحيح، وإن أخذنا بالرأي الآخر يخرج هذا الإنسان ويتوضأ ثم بعد ذلك يعود ليكمل الطواف، والله أعلم. رجل يقول: اعتمرت فطفت وسعيت وفسرت جهتين من رأسي فقط وسمعت أن ذلك لا يصح، فهل ذلك صحيح؟ وما الذي يلزمني إذا كان هذا القول صحيحا؟ تقصير الشعر والأخذ من شعر الرأس ولو بقدر أنملة ولو اقتصر على 3 شعرات، وأكثر العلماء على أنه واجب يجبر بدم، وقال الشافعي أنه ركن لا يتم الحج إلا به،
والسنة أن يبدأ بالحلق من الشق الأيمن ثم الأيسر، وما زاد على ذلك فهو سنة. فالحلق أو التقصير الوارد في السؤال صحيح إن شاء الله، والحج مقبول إن شاء الله، والله أعلم. أحد الحجاج يقول: أثناء طوافي كان الزحام شديدا ولامست جسد امرأة أجنبية، فهل بطل طوافي وكان يلزم علي أن أبدأ الطواف من جديد قياسا على الوضوء أم لا؟ لمس المرأة في الطواف ينقض الوضوء عند الشافعي وأحمد، ولا ينقض عند أبي حنيفة، وينقض عند مالك إذا كان هناك قصد ولذة. وعلى النقض لا بد من الطهارة، ويمكن البناء على الماضي ولا يلزم الاستئناف. والطهارة عند الحنفية ليست شرطا بل هي واجب يجبر بدم، واللمس لا ينقض الوضوء عنده، والله أعلم. في أثناء الحج شاهدت أن الكل يزاحم على الحجر الأسود بشكل كبير، فهل يوجد إثم بسبب هذه المزاحمة، وخاصة أنها قد تؤذي الضعفاء؟ وهل من الواجب لمس الحجر أو تقبيله؟ المزاحمة على الحجر لا بأس بها إن لم تؤذي أحدا ولم ينحرف الحاج عن الاتجاه، كما كان ابن عمر يفعله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر كما رواه الشافعي في سننه: يا أبا حفص، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركب فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامضي. وهنا لا يشترط أن يكون الإنسان ملامسا للحجر، فيكفي إن لم يمكن ذلك أن يشير بيده أو يشير بعصا ثم يقبل ذلك، وهذا تخفيف وبخاصة في أثناء الزحام، والله أعلم. رجل يسأل ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالطة المجزوم للناس، وقد أصابني الله تعالى بهذا المرض، فكيف أفعل في الطواف؟ روى مالك أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة مجزومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. ففعلت، ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي مات قد نهاك فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعطيه ميتا. فإذا كان المرض مغطى لا يمس أحدا فلا بأس. فأقول لصاحب السؤال: غط يدك بشيء يمنع لمس هذا المكان الضار، وحجك وطوافك صحيح إن شاء الله، والله أعلم. إذا انتهى الطائف من طوافه هل عليه أمور يفعلها؟ السنة بعد انتهاء الطواف صلاة ركعتين، وقد أوجبهما أبو حنيفة، وذلك عند مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وتسن فيهما قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم. وهاتان الركعتان يصليان في أي وقت حتى في أوقات النهي عن الصلاة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. ولو صلى المكتوبات بعد الطواف أجزأ عن الركعتين في المذهبين، وقال مالك والأحناف: لا يقوم غير الركعتين مقامهما، والله أعلم. وما مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وما حكمه؟
السعي بين الصفا والمروة مشروع، وهو في حقيقته تخليد لذكرى سعي هاجر بينهما تطلب غوثا لابنها إسماعيل حين اشتد به العطش بعد أن تركهما إبراهيم وحيدين بأمر من الله ونفد ما كان معهما من زاد. وترددت بين الصفا والمروة 7 مرات ثم أنبع الله لهما زمزم. وروى البخاري هذه الحادثة عن ابن عباس، وقال ابن عباس بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. أما حكم السعي فقد اختلف العلماء فيه على 3 آراء. الرأي الأول أنه ركن من أركان الحج، لو ترك بطل الحج ولا يجبر بدم ولا بغيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في 1 الروايتين عنه. ومن أقوى الأدلة على هذا الرأي حديث ابن ماجه وأحمد والشافعي، جاء فيه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والرأي الثاني أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وهو رواية في مذهب أحمد. الدليل عليها قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، ونفي الحرج وإن كانت رتبته الإباحة لكن ثبتت السنية بقوله: من شعائر الله. والرأي الثالث أن السعي واجب وليس بركن، فمن تركه صح حجه ووجب الدم، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه صاحب المغني. ودليله أن حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي دل على مطلق الوجوب لا كونه ركنا لا يتم الواجب إلا به، لأنه حديث ضعيف، لكن له طرق إذا انضمت إلى بعضها قويت فيكتفى بالحكم بوجوبه، بحيث لو ترك لا يبطل الحج وإنما يجبر بدم. وبعد بيان حكمه تحدث العلماء في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الذي لا يدل على أن السعي واجب أو ركن. تحدثوا فقالوا: كان هناك صنمان على الصفا والمروة في الجاهلية، فلما فرض السعي في الإسلام كان الأنصار يتحرجون في السعي من أجل ذلك، فأنزل الله هذه الآية لرفع الحرج. وأقل رتب عدم الحرج هي الإباحة، ومن هذا المنطلق جاءت الآراء 3 الاجتهادية المذكورة. والله أعلم. وما الشروط الواجب توافرها لصحة السعي؟ شروط صحة السعي هي أن يكون بعد طواف، وأن يكون 7 أشواط، وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وأن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال: خذوا عني مناسككم. ولو خالف هذه الشروط بطل السعي. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فطر، هل الصعود على جبل الصفا شرط لصحة السعي؟ وهل الموالاة في السعي واجبة؟ لا يشترط لصحة السعي أن يرقى الإنسان على الصفا والمروة، ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما ويلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه بطل سعيه. وأما الموالاة بين الأشواط فغير شرط في صحة السعي، بمعنى أنه لو عرض للإنسان عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمت الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له بنى على ما مر وأكمله.
روى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضأ ثم قام وأتم على ما مضى. كما روى سعيد أيضا أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها أي سعيها في 3 أيام وكانت ضخمة. ولا يشترط الموالاة بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فيمكن أن تكون بينهما استراحة كما قال أحمد. وكان عطاء والحسن من التابعين لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي. والإمام مالك فقط هو الذي قال إن الموالاة في السعي شرط لصحته ويعفى عن الفاصل القصير، أما الطويل فيضر وبخاصة إذا لم يكن عذر، وعند العذر لا يضر كالطواف، والله أعلم. وهل الطهارة شرط من الشروط الواجبة لصحة السعي؟ إذا انتقض الوضوء أثناء السعي فلا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحته، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف كما رواه مسلم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين قالتا إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة فالطهارة سنة وليست واجبة، والله أعلم. وما فضل الدعاء على الصفا والمروة؟ قال العلماء يستحب الدعاء عند الرقي على الصفا وعند المروة بما شاء من الدعاء مع استقبال الكعبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وحد الله وكبره 3 وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي المسعى يستحب الدعاء والذكر وقراءة القرآن، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، هل لشرب ماء زمزم من آداب؟ ولماذا يستحب الدعاء عند الملتزم دون غيره؟ يسن الشرب من ماء زمزم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال كما في الصحيحين إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقال كما رواه الطبراني وابن حبان خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ويسن أن ينوي عند شربه الشفاء ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا، ففي الحديث ماء زمزم لما شرب له، وفي حديث رواه الدارقطني ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع طمس قطعه الله، وإن شربته مستعيذا عاذك الله، وهي هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل. ويستحب أن يكون الشرب مع استقبال الكعبة ومع ذكر الله والتنفس 3، ويسن التضلع منها ثم حمد الله أخيرا. وأصل بئر زمزم معروف، أنقذ الله بها هاجر وإسماعيل من الهلاك. كما يستحب بعد انتهاء الطواف
وبعد شرب ماء زمزم يستحب الدعاء عند الملتزم، وهو ما بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة، فالدعاء مقبول عنده كما قال ابن عباس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والله أعلم. من السنة التوجه إلى منى يوم التروية. نود أولا أن نعرف ما معنى يوم التروية وما هو، وما الذي يفعله الحاج بمنى، وهل من الممكن أن يتوجه الحاج إلى منى قبل يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنه مشتق من الرواية، لأن الإمام يروي للناس مناسكهم، وقيل مشتق من الارتواء لأنهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ويجمعونه بمنى. عند الوجود في منى يحرم الإنسان منها إن لم يكن قد أحرم من مكة، ويعمل كما فعل عند الميقات، ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى، كما يستحب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بمنى ولا يخرج منها حتى تطلع الشمس يوم التاسع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك شيئا من ذلك فقد ترك السنة ولا شيء عليه. ولظروف المواصلات ولأوامر النظام والإدارة دخل في ذلك قد يضيع هذه السنن، ويمكن أن يذهب الإنسان من مكة إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، ولكن كرهه مالك، والله أعلم. في اليوم التاسع من ذي الحجة يتوجه الحاج إلى عرفات، فمتى يتوجه، وما الذي يفعله الحاج قبل التوجه إلى عرفات، وما المقصود أصلا بالوقوف بعرفة، وما حكم هذا الوقوف وما وقته؟ يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع مع التكبير والتهليل والتلبية كما رواه البخاري وغيره، ويستحب النزول بنمرة كما يستحب الاغتسال بها من أجل الوقوف بعرفة، وألا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال، وذلك كله إذا لم تكن هناك تعليمات وظروف تتحكم في الحركة والمرور، وكلها سنن لا يضر تركها. والوقوف بعرفة يقصد به الوجود في هذا المكان على أي صفة يكون الوجود، بالمشي أو الجلوس أو النوم أو الركوب، سواء كان الواقف طاهرا أم غير طاهر. وهذا الوقوف هو الركن الأكبر للحج، حتى جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن الحج عرفة، لا يوجد بديل له ولا يجبر بدم ولا بغيره، ومن فاته فاته الحج ويتحلل بعمل عمره. وقت الوقوف يبدأ من زوال يوم التاسع عند الجمهور، وعند أحمد يبدأ من فجر يوم التاسع، وينتهي وقت عرفة عند الجميع بطلوع فجر اليوم العاشر. وقد صح في حديث أحمد وأصحاب السنن من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وليلة جمع هي ليلة المبيت بمزدلفة، وهي ليلة النحر، ويكفي وقوف أي جزء من الزمن في هذا الوقت ليلا أو نهارا في عرفة، إلا أنه إن وقف نهارا وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس عند جمهور الفقهاء، فلا يفيض من عرفة قبل الغروب. أما الشافعي فيجيز ذلك ويجعل إدراك جزء من النهار ومن الليل سنة فقط. أما إن وقف الإنسان بعد الغروب فلا يجب عليه شيء من ذلك، والله أعلم.
وهل للوقوف بعرفة آداب ينبغي على الحاج أن يتبعها؟ وهل للدعاء في هذا اليوم صيغ معينة؟ من الآداب للوقوف بعرفة الاغتسال من أجل الوقوف، كما فعل عمر وابنه رضي الله عنهما، وتنبغي المحافظة على الطهارة الكاملة، والمحافظة على استقبال القبلة، والمحافظة على الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره، مع الخشوع وحضور القلب ورفع اليدين. ويسن جمع الظهر مع العصر جمع تقديم في وقت الظهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء في عرفة يكون بأية صيغة، والأفضل أن يكون بالمأثور، ففي رواية أحمد والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وفي رواية البيهقي زيادة، وهي: اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي قلبي نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. والبوائق هي المهلكات. وجاء في رواية للترمذي: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. والله أعلم. يتزاحم الواقفون بعرفة من أجل الصعود على جبل الرحمة، فهل هذا الصعود من متممات الوقوف؟ وهل له أصل من السنة؟ الوقوف بعرفة كما هو معروف والركن الأكبر في الحج، وجاء التعبير عن ذلك في الحديث الشريف: الحج عرفة. وفي حديث آخر كما رواه مسلم: عرفة كلها موقف. أكد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن الحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، وأن أي موضع منها يمكن الوقوف به، فقد كان الحمص المتشددون في دينهم من قريش ومن تابعها كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها في الحرم، ويتركون الوقوف بعرفة لعامة الناس لأنها في الحل، فنزل في ذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة إلى المزدلفة. ولما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخطب الناس في نمرة، توجه إلى جبل عرفة ووقف على الصخرات واستقبل القبلة وأخذ يدعو ربه. وكثير من المسلمين يحاول تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليقول مثل قوله ويعمل مثل عمله، ويحرص على الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة، بناء على عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا أمر طيب، لكن ينبغي الفرق بين الاقتداء في الواجبات والاقتداء في المندوبات. فالواجبات لا بد من القدوة فيها، أما المندوبات فتستحب القدوة إن أمكنت دون تكلف ومشقة ودون إضرار بالغير، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. والوقوف بعرفة عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا، وكذلك الصعود على جبل الرحمة، فالوقوف يتم بدون ذلك.
ولو وجب لكانت فيه مشقة فوق المشقة الأخرى في التنقل بين المشاعر. يقول النووي: وما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان. والله أعلم. وما فضل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة؟ وردت في فضل الوقوف بعرفة آثار كثيرة، من أحسنها ما رواه ابن خزيمة وابن حبان أن الله يباهي بأهل الأرض الواقفين بعرفة أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكبر عتيقا من النار من يوم عرفة. روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي بعض المرويات: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. ذلك إلى جانب فضل صيامه، حكفر ذنوب سنتين، وإن كان صيامه للواقفين بعرفة فيه خلاف، والأكثرون على عدم صومهم ليتقووا على الدعاء والذكر. والله أعلم. وما معنى الإفاضة من عرفة، وما زمن هذه الإفاضة؟ الإفاضة هي النزول من عرفة والتوجه إلى المزدلفة، ويسن أو يجب أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس، ويستمر النزول منها إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن الآداب أن تكون الإفاضة بسكينة ونظام وتعاون وإيثار للضعفاء. وقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إنها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وتستحب التلبية والذكر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك حتى رمى جمرة العقبة. والله أعلم. قد يحدث ارتباك عند الإفاضة من عرفة، فلا يتمكن بعض الحجاج من مغادرتها إلى مزدلفة حتى يطلع الفجر، بل حتى تشرق الشمس، وبهذا لا يبيتون بالمزدلفة ليلة العيد، فماذا يفعلون؟ المزدلفة موضع بين عرفة ومنى، وهي آخر حدود الحرم المكي. ولما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة في حجة الوداع ووصل إلى شعب الأذاخر قبل المزدلفة، نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، فذكره أسامة بالصلاة فقال: الصلاة أمامك، حتى أتى مزدلفة وهي المماس بجمع. قيل: لأن آدم وحواء اجتمعا فيها فأزلف إليها، أي قرب منها. وقيل: لأنه يجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء. وقيل: لأن الناس يجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف بها. صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء قصرا، ورقد بقية ليلته متعبا، ولما طلع الفجر صلى، ثم أتى المشعر الحرام وظل واقفا حتى أسفر الفجر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض النساء الذهاب إلى منى قبل الزحام، ورمينا جمرة العقبة قبل الفجر. يقول القسطلاني والزرقاني: اختلف السلف في ترك المبيت بالمزدلفة، فقال علقمة والنخعي والشعبي وهم من التابعين: من تركه فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وهم أبو حنيفة وأصحابه: قالوا عليه دم، ومن بات بها لم يجز له الدفع أي تركها قبل مضي النصف الأول من الليل. وقال مالك: البيات بها مستحب وليس واجبا، إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل ولو بقدر حط الرحل فلا دم عليه متى دفع. النووي صحح في زيادة الروضة أن المبيت بمزدلفة واجب، لو فات وجب فيه دم. وفقه كلام الرافع والمنهاد أنه سنة لا شيء في فواته، كل ذلك إذا لم يكن عذر، ومنه تأخر المواصلات قياسا على ما قاله صاحب كفاية الأخيار في فقه الشافعية: في من وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه. من هذا نعلم أن هناك خلافا بين الفقهاء في من فاته المبيت بمزدلفة، فبعض التابعين تشدد وقال فاته الحج وأتمه عمرة، وقال بعض الأئمة من فاته فقد فاته واجب يجبر بدم وحجه صحيح، وقال مالك المبيت مستحب ومن مر ولم ينزل فعليه دم، وقال بعض الفقهاء إن المبيت سنة وليس بواجب ولا شيء في فواته حتى لو لم يكن عذر، وعند العذر لا يجب بتركه شيء. هذه هي الأقوال في المبيت بمزدلفة، ولكل أن يختار ما يشاء والله أعلم. هل المزدلفة كلها مكان للوقوف أم أن بها بعض الأماكن التي لا يستحب الوقوف بها؟ ونود أن نعرف يوم النحر والأعمال التي تؤدى فيه، وهل تؤدى بترتيب معين أم لا يشترط الترتيب؟ المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر وهو بين المزدلفة ومنى، كما في حديث رواه أحمد برجال موثقين، وهناك حدود وعلامات تبين ذلك. وفي المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، والناس يحرصون على التقاط الجمرات منها بكثرة ما بها من حصى، ويشترط في المزدلفة الوجود بعد منتصف الليل ولو قدرا يسيرا، ويسن المكث حتى الفجر، ثم يكون التحرك إلى منى، وذلك بعد الوقوف عند المشعر الحرام إن تيسر. في صباح يوم النحر وهو يوم العيد الذي تنحر فيه الأضاحي والهدي يبدأ بالرمي، ثم يكون الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت. وهذا الترتيب سنة، لو قدم نسك على نسك فلا شيء عند أكثر أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي. لحديث عبد الله بن عمرو: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: إني لم أشعر ولم أنتبه فحلقت قبل أن أنحر، فقال له: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال له: ارمي ولا حرج.
فما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيب بأن قدم نسكا على نسك فعليه دم، وفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حرج لأن المراد رفع الإثم والذنب، أما الفدية فلا بد منها. ورأي الشافعي تيسر، وبخاصة في مثل هذا الجمع الكبير الذي ليس كل من فيه على وعي تام ودراية بكل الأحكام الدينية. وبرمي جمرة العقبة في يوم النحر مع حلق الشعر أو تقصيره يكون التحلل الأول أو الأصغر، فيحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام ما عدا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، وهو التحلل الثاني أو الأكبر، والله أعلم. وما معنى كلمة الجمار وما أصل مشروعيته؟ الجمار جمع جمرة وهي الحجر الصغير، ورمي الجمار مشروع في الحج، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن ابن عباس: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. وإذا كان الشيطان قد ظهر لسيدنا إبراهيم فرماه فإن الحجاج يحيون هذه الصورة برمي أي شيء تخليدا لهذه الذكرى، كما قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، كما رواه ابن خزيمة. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يوضح ذلك الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بقوله: وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للأمر وإظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك، إلى أن قال: فإن خطر لك أن الشيطان عرض لإبراهيم وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر هو من الشيطان، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي، ويخيل لك أنه لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب، فلما تشتغل به؟ أطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان، واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصاة في العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره، والله أعلم. إذا لم يقم الحاج برمي الجمار هل يفسد حجه؟ وما حجم الجمرة التي ترمى وما جنسها ومن أين يأتي بها الحاج؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس بركن، بمعنى أن تركه لا يبطل الحج وإنما يجب فيه دم. روى مسلم وغيره عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على رحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وروى الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برمي الجمار بمثل حصى الحذف في
في حجة الوداع، والمراد أن يكون صغيرا مثل حبة الفول، وقال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندقة، والرمي بما كبر عن ذلك مكروه وإن كان يجزئ، لكن أحمد قال لا يجزئ لنهي النبي عن ذلك. فقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف. وروى أحمد والنسائي بسند حسن أن ابن عباس لما التقط حصيات للرسول في حصى الحذف قال بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. لكن جمهور العلماء حملوا ذلك على الأولوية والندب لا على الوجوب كما قال أحمد. والرمي لا يكون بغير الحجر مثل الخشب أو الحيد أو النعال أو غير ذلك كما عليه الجمهور. ورأى أبو حنيفة جواز الرمي بغير الحجر من كل ما هو من جنس الأرض، وحمل فعل الرسول والصحابة على الأفضلية. الحصى يؤخذ من المزدلفة لكثرته فيها، لكن أحمد بن حنبل قال خذ الحصى من حيث شئت. وهل يجوز أخذ الحصى من المرمى أي الذي رماه الناس وتكدس في الجمرة؟ لا مانع من ذلك وإن كان مكروها كما قاله الجمهور، وإن كان لم يرد نهي عنه كما قال ابن حزم. غير أن ابن عباس قال إن الحصى المتبقي في الجمرة لم يتقبله الله، لأن ما قبله يرفع، ولولا ذلك لكان هضابا وأكواما عالية، ولا يجوز الرمي بغير المقبول، هكذا قال ابن عباس. لكن رد عليه ابن حزم بأنه يجوز أن يرمي به إنسان آخر وأن الله يتقبل منه ذلك، كما لو تصدق إنسان بصدقة لا يتقبلها الله منه لأن فيها رياء أو منا أو أذى، فيقوم من أخذها بالتصدق بها فالله سبحانه وتعالى يقبلها، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ما عدد الحصيات التي ترمى، وما الأيام التي ترمى فيها، وما الوقت المحدد في اليوم لجواز رمي الجمرات، وهل يمكن تأخيرها عن الوقت المحدد لها؟ الجمرات ثلاثة: جمرة العقبة وهي الكبرى التي تلي مكة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخير أو الخير. والواجب في يوم النحر ورمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، حتى يمكن بعد رميها وحلق الشعر أو تقصيره التحلل من الإحرام ومباشرة ما كان محرما إلا قربان النساء. يدخل وقت الرمي عند الشافعية بمنتصف ليلة العيد أي قبل الفجر، بدليل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. وبما رواه أبو داود أيضا عن عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت إنا رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور الفقهاء يدخل وقتها بطلوع الفجر، فلا يصح الرمي قبل الفجر إلا لذوي الأعذار، وعليهم يحمل حديث أم سلمة وأسماء، والأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس. أما الجمرات الثلاث فترمى في أيام التشريق،
كل منها بسبع حصيات، ويدخل وقت رميها عند زوال الشمس أي ظهرا، للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، وذلك باتفاق العلماء. ويكره تأخير الرمي إلى الليل، ويصح حتى طلوع فجر اليوم التالي، وذلك بالاتفاق. بل قال الشافعية يجوز تأخير رمي أيام التشريق إلى آخر يوم منه، ولا يجوز التأخير بعد ذلك فقد خرج الوقت ويجب الدم حينئذ. أبو حنيفة أجاز الرمي يوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال، لحديث ضعيف فيه عن ابن عباس أيضا، وهو إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي والصدر والانتفاخ والارتفاع، والصدر أي الانصراف من منى. وهناك رأي لعطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها، ويمكن الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة كشدة الحر وكثرة الزحام، والله أعلم. وهل يجوز للحاج أن يرمي بالحصيات كلها مرة واحدة؟ لو أمسك الإنسان بالحصيات السبع مثلا ورماها مرة واحدة لا يجزئ، يعني لا يصح ولا يجوز، بل لا بد من الرمي سبع مرات بسبع حصيات هذا. ورأى الجمهور أن الرمي بأقل من سبع حصيات لا يجزئ، يعني لا يصح، لكن أحمد أجازه بخمس حصيات كما قاله عطاء ابن أبي رباح. وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه، لأن سعيد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض. لكن هل بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره؟ إن رأي الجمهور أقوى، وهو عدم جوازه بأقل من سبع حصيات، والله أعلم. يقول أحد الحجاج مرضت يوم العيد في منى ولم أستطع أن أرمي الجمرات، ووكلت شخصا بالرمي، فهل يكفي ذلك عني؟ رمي الجمار في منى من الواجبات في الحج، إن تركت كان الحج صحيحا، ولكن يجب تقديم الهدي، ويجوز للإنسان أن ينيب عنه غيره ليرمي الجمرات إن كان عنده عذر يمنعه من ذلك كمرض أو شدة الزحام، وبخاصة بالنسبة للنساء. ويدل عليه حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والله أعلم. وهل لا بد للحاج وهو يرمي الحصيات أن يقول شيئا؟ يستحب أن يمسك الحاج الحصاة بين أصابعه ويرميها مع التكبير ومع الدعاء، بمثل قوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وذلك عند كل جمرة. وقد روى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى من الجمرات الثلاث رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف
ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم ينصرف إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف. يؤخذ من هذا أنه في أيام التشريق لا بد من ترتيب الرمي، فيبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي منا، ثم الوسطى التي تليها، ثم جمرة العقبة، وهذا رأي الجمهور. وقال أبو حنيفة: الترتيب سنة لا ضرر في عدم الأخذ به، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ما حكم المبيت بمنى؟ هل هو سنة أو واجب؟ وما هو القدر المطلوب في المبيت؟ المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، لو ترك كان فيه هدي وهو شاه، فمن لم يستطع صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكيف يصوم الأيام 3 في الحج؟ قيل يصومها ما دام موجودا هناك لم يعد إلى وطنه، وقيل في موسم الحج، وقيل أيام التشريق 3، وذلك للضرورة كما قال عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي، وترك المبيت ليلة كترك المبيت في الليالي 3. والمراد بالمبيت الحضور بمنى معظم الليل سواء في أوله أو في آخره. والمبيت واجب ليلتين إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم 12 من ذي الحجة، فإن غربت عليه الشمس بمنى وجب أن يبيت فيها. والمبيت واجب عند الأئمة 3، وجعله أبو حنيفة مندوبا، يعني من تركه فلا شيء عليه، وأطال مدة النفر من اليوم 12 فجعلها حتى قبيل فجر اليوم 13. وقال ابن حزم: من لم يبت في منى فقد أساء ولا شيء عليه. ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أبي شيبة وابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. الجميع متفق على أن المبيت يسقط عن ذوي الأعذار، فقد روى البخاري أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وروى أصحاب السنن 4 أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال الترمذي هو صحيح، عن عاصم ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. وعلى هذا لو كان المبيت بمنى فيه مشقة على مريض لا يجد علاجا أو راحة فيها فبات بمكة، يمكن أن يأخذ برأي أبي حنيفة ومن معه بأن المبيت سنة لا شيء في تركه، وإن كان الأولى أن يذبح مراعاة لرأي الجمهور القائل بأن المبيت واجب، وإذا قيس المرض على أعذار السقاة فلا شيء على ترك المبيت بمنى، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، نود أن نعرف معنى الهدي وأفضل ما يقدم فيه وأقل هدي يمكن أن يقدم. الهدي هو ما يهدى من النعم، أي الإبل والبقر والغنم، يهدى إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. قال تعالى:
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى أعمال الحج قانع والسائل والمعتر والذي يتعرض لأكل اللحم وقد أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل إلى الحرم وأفضل الهدي هو الإبل ثم البقر ثم الغنم وأقل ما يجزئ فيه أي قدر أو أي عدد من النعم وأقله من الغنم شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة فالبدنة أو البقرة تجزئ عن 7 أفراد كما رواه مسلم والله أعلم. نود أن نعرف أقسام الهدي وشروطه. الهدي ينقسم إلى مستحب وواجب والهدي المستحب يكون لمن لم يجب عليه وهو الحاج المفرد وكذلك المعتمر المفرد أما الهدي الواجب فيكون في 5 أمور وهي القارن والمتمتع ومن ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار والإحرام من الميقات والمبيت بالمزدلفة أو منى أو طواف الوداع وكذلك من ارتكب محظورا غير الوطئ كالتطيب وإزالة الشعر وأيضا على من تعرض لصيد الحرم أو قطع شجره ومن شروط الهدي أن يكون سليما من العيوب فلا تجزئ يعني لا تصح العرجاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العجفاء أي الهزيلة وهذا الشرط يكون عند شراء الهدي أما إن اشتراه سليما ثم حدث له عيب قبل يوم النحر فليذبح وقد أجزأه ذلك أي صح كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن كما يشترط في الهدي ألا يكون صغيرا بأن يكون من الضأن جذعا فما فوقه والجذع ما له 6 أشهر وكان سمينا ومن المعز ما له 1 سنة ويكون من الإبل ثنيا هو ما له 5 سنين وأن يكون من البقر ثنيا وهو ما له 2 سنة والله أعلم. وهل هناك وقت معين للذبح أو مكان معين؟ وقت الذبح عند الشافعي ويوم النحر وأيام التشريق لحديث أحمد وكل أيام التشريق ذبح فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء وعند مالك وأحمد وقت ذبح الهدي إن كان واجبا أو تطوعا هو يوم النحر وهو رأي أبي حنيفة بالنسبة لهدي التمتع والقران أما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة وأما مكان الذبح فهو الحرم وهو غير المسجد بل مكة وما حولها وذلك في أي موضع منه لحديث أبي داود وابن ماجه كل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر والله أعلم. يقول البعض إن الذبائح تترك في منى لتتعفن فهل يجوز أن تذبح في مكان آخر فيه محتاجون؟ الأصل أن الهدي يجب أن يذبح في المكان الذي أهدي إليه وذلك معروف في كل ملة وقد اتفقت المذاهب 4 في أصح الأقوال الواردة فيها على أنه لا يجوز ذبح الهدي الواجب ابتداء في خارج الحرم
إلا في مثل حالة الإحصار. وهدي التتبع والقران بالذات هدي واجب على التعيين، لا يجوز العدول عنه ما دام الحصول عليه ميسورا وما دام ذبحه ممكنا في الحرم، فلا يجوز ذبحه في غيره. ومن لم يستطع الحصول عليه صام بدله 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وإذا قلنا إن الذبح في الحرم ممكن ويجب أن يكون فيه، فعلى هذا يكون التوزيع أيضا في الحرم على الفقراء المقيمين به والوافدين عليه في الموسم أو في غير الموسم. أما عن وجودهم فهم موجودون، ولئن فرضنا أن المقيمين بالحرم مستغنون عن الصدقة وبخاصة بعد تحسن الأحوال، فإنهم جميعا ليسوا كذلك واقعا، والوافدون المحتاجون كثيرون، وقد يحرصون على تكرار الزيارة من أجل الحصول على اللحوم التي ينتفعون بها أثناء الموسم وبعده عن طريق حفظها. أما عن التوزيع فهو ممكن أيضا وميسور، حيث يمكن التعرف على الفقراء إما بتعرضهم للسؤال وإما بسؤال المطوفين وغيرهم عنهم. والذي يحدث أن أكثر المسلمين يقعون في عدة أخطاء باختيارهم، وكان من الممكن تفادي الوقوع فيها. الخطأ الأول أنهم يحرصون على أن يكون الذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق 3. والخطأ الثاني حرصهم على أن يكون الذبح في منى بالذات. والخطأ الثالث اكتفاؤهم في الذبح بإراقة الدم وعدم سلخ الهدي وتنظيفه وعدم الاهتمام بتوزيعه. لإصلاح الخطأ الأول نقول إن وقت الذبح لم يرد فيه دليل بخصوصه، فمتى وجب جاز الذبح في أي وقت قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد. ولإصلاح الخطأ الثاني نقول إن الحرم كله يجوز الذبح فيه في أي مكان فيه، مكة أو منى أو غيرهما، للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه في ذلك. وبهذا يمكن ذبح هدي التمتع عقب الفراغ من أعمال العمرة مباشرة كما قال الشافعية، وذلك في مكة، وهذا يخفف العبء عن منى. كما يلاحظ أن المتمتعين يفدون أفواجا أفواجا، يعني على فترات، فلو أن كل فوج ذبح هديه في مكة لكان الذبح على فرات، وهنا لا يتكدس اللحم ولا توجد مشكلة في توزيعه، ذلك لأن الفقراء موجودون يوم العيد وقبل يوم العيد، والمطوفون يعرفون من يستحقون من أهل الحرم. وإذا انضم إلى الذبح على فترات جواز أكل الحجاج من ذبائحهم أسهم ذلك في عملية التوزيع، ولا يوجد فائض كبير يحدث الارتباك. والآية الشريفة تقول فكلوا منها، وقد أطلق الأكل ليشمل هدي التمتع والقران كما قال بعض الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكل من الهدي وأطعم منه أهله، وكان قارنا في حجة الوداع على أصح الأقوال والروايات. الخطأ الثالث يمكن إصلاحه بالعلم بأن الهدي يقصد منه إلى جانب إراقة الدم إطعام أهل الحرم، وهو المقصود الأساسي من تشريع الحج أصلا كما سأل إبراهيم ربه، فلا بد من توزيع الهدي، ولا يكفي إلقاؤه حتى يتعفن. وقد نص الإمام الشافعي على أن من فعل ذلك وجبت عليه إعادة الذبح
والتوزيع. الصعوبة في التوزيع ناشئة منا نحن، لأن الكثيرين لا يسلخون الذبائح ولا ينظفونها، فيعزف الفقراء عنها، لأن غيرها من المجهز ميسور، وذلك لأننا كدسنا الذبح كله في منى، فكثر المرض وقل الطلب عليه، ويختار الأيسر هو الأحسن. ولو أننا ذبحنا في مكة لأمكن التنظيف وسهل التوزيع. ومهما يكن من شيء، فلو فرض عدم إمكان التوزيع في الحرم جاز التوزيع على غير أهله ممن هم أقرب إليه وأشد حاجة إلى الطعام، كما نص عليه بعض الأئمة. وعليه فإن هذه المشكلة، مشكلة التوزيع، نحن الذين أوجدناها. وعلى هذا لا يجوز الذبح في غير الحرم، ولا يجوز حرمان أهله منه، وذلك في هدي التمتع والقران بالذات، وهو الغالب على الهدي. وما ورد في بعض المذاهب والآراء من الذبح والتوزيع في أي مكان غير الحرم فهو عند التعذر، وكذلك في فدية الأذى والهدي الذي لا يجب على التعيين بل التخيير، فقد قال بذلك مالك وغيره، وقلة نادرة عممت الجواز في كل هدي، وما دامت الآراء القوية يمكن تطبيقها فلا ينبغي العدول عنها إلى غيرها، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدي على المتمتع؟ يقول الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اشترط العلماء شروطا يتحقق بها التمتع الموجب للهدي، واتفقوا من الشروط على ما يأتي: أولا، ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام كما نصت عليه الآية، وهم أهل مكة، أو أهل مكة من يسكن قريبا منها دون مسافة القصر، على خلاف للعلماء في تحديدهم. ثانيا، أن تقع العمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وشذ عن هذا الشرط طاووس فقال: من اعتمر في رمضان ثم أقام حتى حج فهو متمتع. الثالث، أن تقع العمرة في العام الذي وقع فيه الحج، فلو اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج، سواء أقام بمكة أو سافر، وحج في عام آخر فليس متمتعا. رابعا، ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة. خامسا، ألا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه، فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه. سادسا، أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج، فلو استمر على إحرامه حتى أحرم بالحج لم يكن متمتعا بل يكون قارنا. وعلى كل حال، فالمتمتع والقارن عليهما دم. سابعا، اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، ولا يقول الأئمة الثلاثة بذلك. ويوضحه ما جاء في حاشية اليوبي على منهاج النووي في فقه الشافعية، أنه لا يشترط أن يقع النسكان أي العمرة والحج عن شخص واحد، فلو استأجره واحد للحج واستأجره آخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو العكس، فهو متمتع. ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة، كمن يتكرر حجه ويريد التمتع دون هدي، أن يجعل واحدا منهما عن أحد والديه المتوفيين وجوبا،
أو لهما ندبا أو نيابة عن عاجز عن الحج والدين يسر والله أعلم. إذا أردت الحج متمتعا ولزمني الهدي ولم أقدر عليه وجب علي الصيام بدل الهدي، فمتى أصوم؟ قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. تدل الآية على أن من وجب عليه الصوم من أجل التمتع وهو الإحرام بالعمرة في موسم الحج قبل الحج، كان الصوم على فترتين: فترة في أثناء الحج وفترة عندما يعود إلى وطنه. فما دام في الحج يصوم 3 أيام، ولكن متى؟ هناك أقوال، خلاصتها قولان أساسيان: الأول جواز الصوم قبل الإحرام، والقول الثاني اشتراط أن يكون الصوم بعد الإحرام، والإحرام إما أن يكون بالعمرة وإما أن يكون الإحرام بالحج. والقائلون بذلك رأوا أن يكون الصيام قبل يوم النحر وهم الجمهور، وأجاز بعضهم أن يكون بعد يوم النحر إما في أيام التشريق للضرورة أو الحاجة، وإما بعد أيام التشريق، ورأي الجمهور أقوى ولا مانع من الأخذ بغيره عند الضرورة أو الحاجة، والله أعلم.